السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه في سلسلتنا الجديدة اللهم بلغنا رمضان؟ ان شاء الله السلسلة دي احنا عايزين نطرحها على حضراتكم، بنذكر بيها نفسنا واياكم بالعادات الصحية السليمة اللي احنا عاوزين نتبعها وندعمها في رمضان، والعادات اللي احنا عاوزين نصححها لو فيها جوانب خطأ وقصور بالنسبة لنا وبالنسبة لأولادنا. بنتكلم واخترنا السلسلة دي ليه؟ لان احنا تقريبا في منهجنا او في محتوانا الدراسي مفيش مادة تثقيف صحي او تثقيف بيئي او تربية سليمة خاصة بالصحة او بالنفس، التربية النفسية مثلا او الصحة النفسية في مدارسنا كمحتوى او كمنهج. لكن احنا معتمدين على التثقيف الاسري، الام عندها معلومة او الاب او المجتمع فبيديها للاولاد، وده طبعا شيء مش صحي. وفي الاخر نلاقي نفسنا عندنا تصور ما خاطئ عن صحتنا. ندي كده مثال مع بعض كده في اول يوم في رمضان، ان احنا دايما بنبص لجسمنا نظرة الآلة، النظرة الميكانيكية، ان انا جسمي خلاص هغير في دي هركب دي خلاص هيقوم يمشي. لا مش صح. زي مثلا واحد يجي يقول لك انا هشرب مية كتير عشان خاطر اتلافى العطش والحر اللي موجود ده، فنقول له انت جسمك مش آلة مش هيخزن المية دي، لان هرمونات الجسم بتقيس نسبة المية في الدم وبتصفيها عن طريق الكلى وترشيحات اللي بتتم في الكلى والحالب. فده كان تصور كنا عايزين نعدله مع بعض ونقول لبعض احنا ممكن نستفيد بالحكاية دي ازاي. نشرب سوائل، نفطر طبعا على التمر والماء الاسودان او الحليب، ونشرب سوائل على فترات متباعدة اثناء فترة الافطار بتاعتنا. بكده نقدر الجسم يستفيد فترة الفطار دي انه يخزن مية على فترات متباعدة، مش ازازة كده كبيرة ويروح شاربها مرة واحدة على السحور ويلاقي نفسه خزنها. الكلام ده مش هيحصل. بنذكر نفسنا وحضراتكم باللايك والشير عشان المعلومة تعم علينا وعلى عموم الناس، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى كما بلغنا رمضان يتسلمه منا متقبلا إن شاء الله. والسلام عليكم.